اثبتت أهمية هذه الاتفاقية، ربط جامعة دمشق مع المركز الوطني للطاقة للوقوف وربط الجامعة بالمجتمع من خلال تقديم الخبرات الأكاديمية الموجودة لدينا يعني إمكانية التدريب والتطبيق العملي الموجودة في المركز للخروج بمخرج أكاديمي عملي متكامل. في إطار تفعيل دور البحث العلمي في عملية التنمية بشكل عام في سوريا وفي مرحلة إعادة الأعمار وتفعيل ورفع سوية البحث العلمي ومخرجاته بما ينعكس على الاقتصاد الوطني وزيادة وبهدف زيادة التفعيل الترابط والتعاون بين الهيئات البحثية في سوريا بما ينعكس إيجابا على مخرجات البحث العلمي. فاليوم كان الهدف الأساسي من توقيع الاتفاقية مع جامعة دمشق لحتى فعلا نفعل هذا العلاقة العلمية الأكاديمية بين المركز الوطني لبحوث الطاقة وجامعة دمشق، باعتبار مثل ما بنعرف جامعة دمشق هي إحدى بيوت الخبرة، يعني فيها خبرات من الخبرات الأكاديمية على مستوى الوطن نعتز فيها.